نبيل وزياد قاموا ببعض الأعمال المنزلية الأسبوع الماضي، وقد كسبا ما مجموعه 50 دولار. تلك تبدو عبارة مثيرة للاهتمام، دعونا نركز فيها. كسبا مع بعضهما 50 دولار، لكن نبيل كسب أكثر من زياد بعشرة دولار. إذن هم يخبرون من خلال هذه المسألة أن نبيل كسب أكثر من زياد بعشرة دولار، كم كسب كل منهما؟ فهذا هو السؤال الأول الذي علينا إجابته. ثم يقولون إذا كنت ستستخدم الرسم في الأعلى وأنا وضعتها على الجنب هنا، فما هي الاستراتيجية الأفضل التي تساعدك على الإجابة عن المسألة؟ إذن يوجد هنا سؤال من المستوى المتوسط، كيف نجيب عن ذلك السؤال الأول؟ إيجاد معادلة الخط الأزرق، إيجاد نقطة تقاطع واي للخط الأحمر، إيجاد نقاط التقاطع بين الخطوط. هذا كافي، دعونا فقط نفكر في ذلك السؤال الأول، ثم يمكننا أن نجيب عن هذا فيما بعد اعتمادا على كيف أجبنا ذلك السؤال الأول. إذن تلك العبارة الأولى، كسبا مع بعضهما 50 دولار، ماذا يخبرنا ذلك؟ حسنا، إذا قلنا أن ما كسبه نبيل يمثل بـ A، وما كسبه زياد يمثل بـ B، ذلك يخبرنا أن A زائد B يجب أن يساوي 50 دولار، بالتالي A زائد B يجب أن يكون 50 دولار، أو ما كسبه نبيل زائد ما كسبه زياد يساوي 50، مع بعضهما كسبا 50 دولار، ذلك كل ما تخبرنا به تلك العبارة. وإذا لاحظنا كيف رسموا الأشياء هنا على المحور العمودي، وهو ما نسميه عادة بمحور واي، لقد رسموا مكتسبات نبيل، هذه هي مكتسبات نبيل هناك، بالتالي يمكن أن نقول أن هذا هو محور A، ثم على المحور الأفقي وهو ما نسميه عادة بمحور X لقد رسموا مكتسبات زياد، بالتالي يمكن أن نقول أن هذا هو محور B. فإذا أردنا فقط أن نطابق هذا مع الشكل ميل تقاطع التقليدي، ليس لدينا X وY هنا، لدينا A وB، إذن نحن نريد أن نعبر عن A بدلالة B، المتغير العمودي بدلالة المتغير الأفقي، ذلك فقط مثل شكل y تساوي mx زائد b. وأسهل طريقة لعمل ذلك هي فقط أن نطرح b من كلا طرفي هذه المعادلة ونحصل على a تساوي سالب b ناقص b زائد 50. إذن في هذه الحالة لديك ميل يساوي سالب واحد، دعوني أكتب هذا، الميل سلوب يساوي سالب واحد، ذلك هو المضروب بالمتغير المستقل. ثم لديك نقطة تقاطع y تساوي 50، أو ربما يجب أن نقول نقطة تقاطع a، لكن سوف أكتب نقطة تقاطع y لأن ذلك هو المألوف لنا. يمكنك أن ترى ذلك كمحور y أو المحور العمودي، ونقطة تقاطع y تساوي 50، ويمكنك أن ترى أنهم رسموا ذلك. لديك نقطة تقاطع a أو y تساوي 50، والميل يساوي سالب واحد. إذا تحركنا 20 في اتجاه x الموجب، فنتحرك للأسفل 20، أو نتحرك 20 في الاتجاه العمودي السالب أو اتجاه A السالب. وإذا تحركنا 50 في اتجاه، يجب أن أقول X الموجب أو اتجاه B الموجب، نتحرك للأسفل 50 في اتجاه A، بالتالي الميل يساوي سالب واحد. إذن هذا الخط الأحمر هنا هو الرسم الذي يصف القيد الأول، هذا القيد الأول، ومن المهم أن ندرك أن كل هذا الرسم يبين كل التركيبات المختلفة المحتملة،
لمكتسبات نبيل وزياد اعتمادا على هذا القيد الأول فقط، فربما أن نبيل كسب 50 دولار وزياد كسب 0 دولار، ربما زياد كسب 50 دولار ونبيل كسب 0 دولار، وربما كلاهما كسب 25 دولار. كل شيء على هذا الخط سيكون عبارة عن تركيبة صحيحة لمكتسبات نبيل وزياد اعتمادا على القيد أن مجموع ما كسباه يساوي 50 دولار. الآن العبارة الثانية، نبيل كسب أكثر من زياد 10 دولار، فلو أردنا أن نكتب ذلك، ذلك يقول أن مكتسبات نبيل تساوي مكتسبات زياد زائد 10 دولار. نبيل كسب أكثر من زياد 10 دولار، وهذا الميل يساوي 1، الميل سلوب يساوي 1، ترى ذلك هناك، هنالك 1 مضروب ضمنيا ضرب بي، ثم نقطة تقاطع واي تساوي 10، نقطة تقاطع واي تساوي 10، ولقد رسموا ذلك هنا، نقطة تقاطع واي تساوي 10 والميل 1، تتحرك 10 في اتجاه بي الموجب فتتحرك للأعلى 10 في اتجاه A الموجب. إذن هذا الخط الأزرق يمثل كل التركيبات المحتملة لمكتسبات نبيل وزياد إذا كان لديك فقط هذا القيد أن نبيل كسب أكثر من زياد 10 دولار. إذا كسب زياد 0 دولار نبيل يكسب 10 دولار، إذا كسب زياد 10 دولار نبيل يكسب 20، إذا كسب زياد 60 دولار نبيل يكسب 70. الآن نحن لا نتعامل فقط مع القيد الأزرق أو فقط مع القيد الأحمر، نحن نتعامل مع كلاهما، نعلم أن كلاهما صحيح. إذن مهما تكن مكتسبات نبيل وزياد عليها أن تحقق كلا القيدين أو كلاهما، يجب أن يقع على كلا هذين الخطين. الآن ما هي النقطة الوحيدة التي تقع على كلا هذين الخطين؟ حسناً، النقطة الوحيدة التي تقع على كلا الخطين هي نقطة تقاطع الخطين، تلك النقطة هناك هي تركيبة صحيحة. من وجهة نظر القيد الأزرق أن نبيل كسب أكثر من زياد 10 دولار، وهي أيضاً نقطة صحيحة أو تركيبة صحيحة. من وجهة نظر القيد الأحمر أن نبيل وزياد كسبا مع بعضهما 50 دولار، بالتالي تلك النقطة تمثل مكتسبات نبيل وزياد وتحقق كلا القيدين، ويمكن أن نحددها بالعين المجردة. يبدو أن نبيل كسب 30 دولار وزياد كسب 20 دولار، وذلك يبدو منطقي. مع بعضهما 30 زائد 20 أو 20 زائد 30 يساوي 50 دولار. إذن نحقق القيد الأول ونرى أن نبيل 30 دولار كسب أكثر من زياد 10 دولار. زياد كسب 20 دولار، بالتالي إذا نظرت إلى نقطة التقاطع ستكون قد حللت المسألة. نبيل كسب 30 دولار وزياد كسب 20 دولار. إذن إجابة السؤال الثاني، نحن نعلم الإجابة. إذن نبيل كسب 30 دولار وزياد كسب 20 دولار. الآن نجيب على أسئلة المستوى الثاني أو المستوى المتوسط، ما هي أفضل استراتيجية؟ نحن نرى، حسناً، علينا أن نجد نقاط التقاطع، ذلك هو الخيار سي، علينا أن نجد نقاط التقاطع. إيجاد هذه الأشياء الأخرى في الحقيقة لن يساعدنا لحل هذه المسألة.